كوالي يكون نهار تجيب ولدك لمدرسة ابنه خلدون بسيدي بوعلي، شنية أهم الإخلالات أو النقائص اللي ترى فيها؟ برشا إخلالات. نبدأ بالاكتظاظ. الاكتظاظ المدرسة لاموين ما بين 650 و 700 تلميذ، طاقة الاستيعاب نتاعها. توا اللي في بالي به أنا ما بين 900 و 1000 تلميذ. الاكتظاظ هذا شنو السبب نتاعه؟ السبب نتاعه برشا. أولها من نزوح التلامذة من المناطق الداخلية للمدرسة هذه. أنت عندك سير شارج وباقي تقبل في التلامذة، اللي خارج من البريفي تقبل فيه، اللي محول من مدرسة الأنصاري تقبل فيه، اللي محول من عرش من مدرسة شنو تقبل فيه. إذا كان أنت ما حطيتش دي ليميت حدود لأن طاقة استيعاب مدرستك، أوتوماتيك أنت موافق على كل شيء. أني نعرف شكون في ابن الله مشي لمدرسة الأنصاري، قالوا مستحيل باش أني نحول. قالوا آخر حاجة قالوا برا جيب لي موافقة من المدرسة اللي مش تقبلك وأنا نحول. جاب له موافقة من مدرسة ابن خلدون. المدير نتاع المدرسة الأخرى شنو باش يعمل؟ شو وافق له أوتوماتيك. الإشكالية مش تاع اليوم، مش تاع السنين، احنا نغزو الخمس سنين القدام، 10 سنين القدام، هذه إشكالية مدرسة ابن خلدون، ومش تقعد فيها إذا كان ما احناش نلقاو حل جذري، راهي مش تقعد 20 عام في الإشكالية هي بيدها. فما أولياء من سيدي بوعلي وتلامذة من وسط سيدي بوعلي ما همش مسجلين في التحذير، بار كونتر فما أولياء من مناطق ريفية تسجلوا في التحذير بشهادة إقامة. شنو ذنب أني ولدي وأني نسكن في سيدي بوعلي نلقى يقول لي سير شارج ما عادش نجم نقبل أنا؟ وهل انه من المعقول تحذيري مش يقراوا فيه 32 و36 و37 تحذيري؟ وصلوا حتى لل 37 في تحذيري، هل هذا معقول؟